كذلك لو مستقيمين يبقى ايه؟ هيتحركوا على مع بعض بحيث ان هم يدانهم منطبقين. في البارل الكيانين اللي انا هختارهم هيبقوا ايه؟ دايما متوازيين، مثلا ايه مستقيمين، هيتحركوا يبقى لهم درجة حرية بحس بس، لكن هيدانهم ايه؟ متوازيين. مستقيمين هيدانهم متوازيين. هنا بيربندكلر هيبقوا طبعا ايه؟ دايما متعامدين، يعني مستقيم مع مستقيم هيتحرك على التاني بحيث ان هو يدن عمود عليه. يبقى دي ايه درجة الحاجة اللي انا ايه القيد اللي انا حطيته، لكن له ايه درجات حرية تانية. في التانجنت طبعا ايه يبقى التقييد اللي انا بعمله هنا ايه مماس، هيتحرك الاتنين يتحركوا زي هم عايزين، لكن لازم ايه يكونوا دايما مماس. هنا طبعا ايه يبقى المركز واحد، ده بيستخدم طبعا مع الدوائر والايه والاسطوانات. يبقى اختار كيانين واقول له ايه كونسنتريك، يبقى ايه يبقى مركزهم هيبقى واحد ودايما هيبقى واحد. هنا طبعا ايه ديستانس تقييد بايه بمسافه معينه، يعني مثلا اختار مستوى ومستوى او سطح مع على سطح وايه واقول له ديستانس واحدد ديستانس، يبقى ده ايه دايما هيبقى بينهم الديستانس ديت ثابته وهي القمه اللي انا حددتها، وطبعا ايه فيها فليب دايمنشن. كذلك في الزاويه برضو بتحدد زاويه ثابته بين مستويين او بين مستقيم ومستوى، دايما ايه برضو ده قيد موضوع ممكن الحركه، لكن لا ما تتعداش القيد ده. في الادفانسد ميتس بلاقي حاجه اسمها سيمتريك. سيمتريك يعني لو انا طبقت بعض القيود على جزئين او مع على جزء في التجميع، اقدر ان انا اقول له اختار جزء تاني واقول له ايه ان هذه القيود تبقى سيمتريك متماثله مع الجزء ده، يبقى الجزئين دي لو ده اتحرك ده يتحرك زي حركه زيه بالظبط. يبقى الكام طبعا ده بستخدمه علشان احدد حركه فولور مثلا على كام، عشان يتبع الكام وهي بتتحرك يبقى لازما استخدم القيد اللي اسمه كام. القيد اللي اسمه جير بستخدمه، هو الصراحه اسمه جير لكن مش بستخدمه جير بس، ممكن استخدمه كمان للبولي وهنستخدمه ان شاء الله معانا بولي اهو. بيستخدم لعمليه ايه عمل محاكاه سيميوليشن بين ترسين، طبعا في ريشيو هنا اللي هي نسبه تخفيض للتو جيرز. طبعا ايه في هيبقى في حاجه لو ضغطت عليها بيبقى في حاجه اسمها ايه ريفيرس، طبعا الريفيرس بيستخدم مع الجير، مفيش ريفيرس لو هعمل بولي لان طبعا مع البولي مع السير حركه الدوران ما بتتعكس. في حاجه اسمها هنا بقى ارو ديستانس وايه وانجل زي اللي هناك، لكن هنا نسميها ليميت لانها ليها ماكسيمم فاليو ومينيمم فاليو. يعني هنا بحدد ديستانس واقول له ايه والله المسافه بين السطحين دول يكون ماكسيمم كذا ومينيمم كذا، يبقى ايه ده في درجه حريه اكتر هنا انها تقدر تتحرك، لكن المسافه تكون ماكسيمم ومينيمم القيم اللي انا حددتها. كذلك برضو في الزاويه يبقى هنا ايه برضو زاويه ماكسيمم ومينيمم، يبقى برضو في درجه حريه. لو انا مثلا عامل مفصله هنج كده لما اجي افتحها مثلا هقول له ان الماكسيمم بتاعها يبقى 180 درجه ومينيمم يبقى زيرو، لان طبعا لو انا سبتها كده حره يبقى هاجي ايه الف فتلاقيها بتلف 360، وطبعا في الواقع مش هيحصل، فطبعا القيد ايه عشان تبقى عمليه مقاربه للواقع. طبعا ايه بعد ما انا بعمل عمليه انسيرت للاجزاء هنا كده قبل الميتش طبعا بلاقي ايه ادي البولي 2 وبيلت وفان وبين وبليتس، جنبها اف، البولي 2 جنبها ايه اف ودي جنبها ايه سالب. اف ديت يعني فيكس، فيكس يعني ثابت مش هقدر اتحركها، يعني انا لو جيت احرك مثلا ايه اي جزء كده الاقيه بيتحرك معايا، لكن البولي ده لو جيت احركها بيقول سيلكتد كومبوننت از فيكسد اهو، بيدي لي تب اهو بيقول لي ان هي ثابته مش هتقدر تحركها. طيب هو دايما بيحط الفيكسد هنا الاف ديت وضع افتراضي مع الاول جزء انا بعمل له انسيرت، لكن انا اقدر اغير الكلام ده. انا لو ضغطت يمين هنا كده هلاقي فيها هنا ايه فلوت، فلوت يعني عمليه تعويم او عمليه خليها مش فيكسد. طبعا لما اجي اعمل قائمه ثانيه لا مكان فلوت بقى فيكس، ما دام هي فيكس يبقى ده ايه لو انا كده هعمل فيكس يبقى هي كانت ايه كانت فلوت. طبعا دلوقتي